أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أغلقت بورصة البحرين تعاملات جلسات الأسبوع الحالي على ارتفاع بعد زيادة المؤشر بنسبة 1% لتصل إلى 1448.90 نقطة، وارتفع عدد الصفقات إلى 602 بنهاية يوم الخميس مقابل 136 في الأسبوع الماضي. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. بلغت كمية الأسهم ووحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة والمدرجة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 44,384,004 أسهم ووحدة بقيمة قدرها 11,032,354 دينارا بحرينيا نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 610 صفقات. وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 24 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 11 شركة في حين انخفضت أسعار أسهم 7 أخرى، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق. وفيما يتعلق بمساهمة القطاعات في القيمة الإجمالية للأسهم، استحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية، أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الخدمات. وعلى مستوى الشركات جاء البنك الأهلي المتحد في المركز الأول من حيث القيمة، وجاءت في المركز الثاني شركة البحرين للاتصالات باتلكو. فتح مجلس المناقصات والمزايدات 15 مناقصة تتبع 11 جهة حكومية، أبرزها مناقصة تابعة لوزارة الإسكان لبناء 303 وحدات سكنية اجتماعية في مدينة سلمان الجزيرة 14، حيث تقدم لها 6 عطاءات أعلاها بقيمة 16.9 مليون دينار وأقلها 13.5 مليون دينار، فيما طرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مناقصة توريد وتركيب مواد رياضية تقدم لها عطاء واحد بقيمة 33,000 دينار، وفتحت شركة تطوير البترول مناقصة توريد جهاز لاستخلاص البخار الخارج من أنبوب التغليف تقدم لها عطاءان أعلاهما بقيمة 2.7 مليون دينار، وطرحت وزارة الصحة مناقصتين أهمهما توريد وتركيب معمل الأشعة المختبرية ومختلف الأجهزة الطبية لمركز باتلكو الحنينية الصحي، حيث تقدم لها 18 عطاء أعلاه بقيمة 550,000 دينار بحريني. نظمت جمعية سيدات الأعمال البحرينية بالتعاون مع جمعية البحرين النسائية للتنمية النسائية ورشة عمل القيادة الأخلاقية من القدرة على التأثير إلى التأثير بشرف، وناقشت الورشة دور القائد الأخلاقي وأثره في خلق بيئة أخلاقية، كما ساهمت في التعرف على تجارب واقعية وعملية في القيادة الأخلاقية وكيفية ممارسة القيادة الأخلاقية في واقع الحياة. وجاءت هذه الورشة استنادا إلى سعي الجمعية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف رقم 5 المتعلق بالمساواة بين الجنسين. والجدير بالذكر يرتكز جوهر القيادة الأخلاقية على مبدأ التأثير بشرف، بمعنى أن القدرة على التأثير تحكمها قوة المبادئ والأخلاق، فمن يمارس مبدأ التأثير بشرف يعمل بدافع أخلاقي وقيمي لمنفعة ومصلحة الآخرين وليس لمنفعته أو لتحقيق مكاسب شخصية. والآن مشاهدينا نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. أكد تقرير حديث عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد أن الإمارات من أهم 10 دول مستثمرة في العالم خلال العام الجاري حتى عام 2021، كما احتلت المركز الثالث عالميا في المشاريع الاستثمارية الخضراء بعد كل من الولايات المتحدة وفرنسا،
وبلغت استثمارات الإمارات في هذه المشاريع 179 مليون دولار. وأشار تقرير الاستثمار العالمي 2019 إلى أن الإمارات استقبلت ما قيمته 38 مليار درهم من الاستثمارات الخارجية المباشرة في عام 2018، كما استثمرت في الخارج 55 مليار درهم ليصل مجموع الاستثمارات في الاتجاهين إلى 93 مليار درهم. مشاهدينا، النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل. هواوي تشير بأن لديها نظام تشغيل احتياطي في حالة منعها من استخدام البرمجيات الأمريكية. حثت كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي دول العالم على وقف التصعيد في النزاعات التجارية الحالية والتحرك بدلا من ذلك من أجل إصلاح النظام العالمي، وأضافت أن النمو العالمي متراجع منذ أكثر من 6 سنوات، والاقتصادات الكبرى تضع قيودا تجارية جديدة أو تهدد بقيود جديدة. ولفتت إلى أن العالم بحاجة إلى تجديد التركيز على الآثار المشوهة الناجمة عن الإعانات التي تقدمها الحكومات، وكذلك إلى تحسين الالتزام بحقوق الملكية الفكرية وضمان المنافسة الفاعلة. ذكرت المفوضية الأوروبية بأن على بريطانيا دفع مستحقاتها المالية في حال خروجها من الاتحاد الأوروبي بريكسيت بدون اتفاق، وهو أحد الشروط المسبقة لفتح مفاوضات حول اتفاق تجاري في المستقبل بين الطرفين. وقالت المفوضية في بيان حول الاستعدادات لبريكسيت بدون اتفاق إنه على لندن ضمان احترام الالتزامات المالية التي قطعتها بريطانيا بصفتها دولة عضو. ومن جانبه، هدد جونسون المرشح الأوفر حظا لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي بعدم دفع الفاتورة المستحقة للاتحاد. وكان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر قال إنه لا إعادة للتفاوض حول اتفاق بريكسيت أيا كان خلف رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي. والآن مشاهدينا، نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. أظهرت بيانات جهاز للأمم المتحدة أن هواوي الصينية قدمت طلبات لتسجيل علامة نظام تشغيلها هونغ مينغ لدى ما لا يقل عن 9 دول وأوروبا، وذلك في مؤشر على أنها ربما تضع خطة احتياطية موضع التنفيذ في الأسواق الرئيسية. تأتي هذه الخطوة بعد أن وضعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشركة على قائمة سوداء الشهر الماضي، حيث طالبت هواوي تسجيل علامة هونغ مينغ التجارية في دول مثل كمبوديا وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا، وفقا لبيانات من المنظمة العالمية للملكية الفكرية ويبو التابعة للأمم المتحدة. كما تقدمت الشركة أيضا بطلب تسجيل في بيرو بحسب هيئة مكافحة الاحتكار في ذلك البلد. وكان ريتشارد يو الرئيس التنفيذي لقسم المستهلك في هواوي أبلغ صحيفة ديفيت الألمانية في وقت سابق هذا العام إن لدى هواوي نظام تشغيل احتياطي لاستخدامه في حالة منعها من استخدام البرمجيات الأمريكية الصنع دون الكشف عن تفاصيل أكثر لهذا النظام.